انت اخرك جه معانا والموضوع انتهى، وانا هاخدك هنا هربطك في مكان عشان انت بوديك السجن بترجع منه تاني. انا هسجنك بطريقتي، بقول لك يا شيخ انا هسجنك بطريقتي. الرجاله سابوكوا مشوا، الرجاله سابوكوا مشوا، اللي خدوا على عينهم اللي خدوا على عينهم، والرجاله تانيه سابوكوا مشوا. رجاله مين؟ ولو انتوا بقى عايزين تشوفوا وش الشيخ النصاب فانا هوريه لكم. النهارده المكار جاي هنا الحوار، الموضوع انتهى على قد كده. كملوا الفيديو ده للاخر، لان الفيديو ده بدل ينزل لكم على اليوتيوب وانتم بتسمعوني وبتسمعوا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي حالا، فعرفوا ان في احداث مهمه جدا. باختصار بسيط، النهارده معانا الشيخ النصاب متكتف. الشيخ النصاب يعترف بكل حاجه، وده اجباري مش اختياري. انا بزعق ومنفعل عشان اللي حصل فينا مش قليل، بزعق ومنفعل وهشتم وقل ادبي عشان اللي حصل فينا مش قليل. النهارده معانا الشيخ النصاب. بص يا شيخ، بص يا شيخ، معايا يا جدعان ابو اصاله؟ اخواتي الشيخ النصاب ده خلانا نعاد كلنا بالدمع على المكار، اقسم بجلاله الله ورانا ايام اسود من ايام، يعني مش عارف اقول ايام سودا يا جماعه، ايام سودا، واحنا اقسم بجلاله الله ما هنحل حتى لو عملت ايه، احنا مش هنحل. النهارده يا معلم المعلمين، النهارده هتقول لي كل حاجه حصلت، اي حاجه مستخبيه هتقولها، والناس هتعرفها زي ما انا ما اعرفها، والتليفون مش هيتقفل. تمام؟ اقفل يا اسطى مكالمات، ما تردش على اي حد، ولا حكومه ولا بتاع، ما تردش على اي حد. دلوقتي يا جدعان اقول لكم ازاي احنا بننقل الشيخ النصاب من مكان لمكان من غير ما نعمل قلق. الماده ديت ماده سامه للعين، وماده اول ما تشمها على طول بيغمى عليك تلقائي في 5 ثواني، بس اقل من 5 ثواني بيغمى عليك بمجرد بخه او بختين، اول ما بتشم الماده ديت بيغمى عليك. طبعا ما ينفعش اقول اسمها، احط لك منها تاني، احط لك منها تاني. احنا جايبين البتاعه دي ب 2500 جنيه، الماده ديت ب 2500 جنيه الازازه دي، فاحنا جايبينها مخصوص عشان خاطر الشيخ النصاب، ولو رشيت منها دلوقتي هيغمى عليه. المهم دلوقتي معانا طه السلطان. يا سلطان خد يا طه، جاي معاك بقى شيخ. ها جاي معاك بايه؟ انا قعدت 4 ايام شفت فيهم السواد، خطفتني وبهدلتني وضربتني كمان عشان كان معاك الرجاله اسكت، وخطفت المكار وحاولت تعذبه وكان مصفي رجليه، وبعدين خطفت شريف وكنت عايز تاخد منه اعضائه بس ما عرفتش، عشان احنا جينا لك يا حلاوه ورجعنا صاحبنا، ماشي؟ عشان احنا اصلا رجاله، وانت كلك على بعضك كده ما تسويش حاجه، وما تقدرش بص وما تعرفش تعمل معانا اي حاجه. انت عارف النهارده ايه اللي مستنيك؟ احنا بص هنعذبك بجد النهارده بطريقه حلوه خالص. قبل ما نعذبه هو هيحترف، ولو احترف بكل حاجه مش هنعذبه، لو ما احترفش هتعمل ايه؟ هيعترف. عايزين نعرف كل حاجه. هتعترف؟ عايزين نعرف كل حاجه. انا نايم عندك فن. اتكلم يا شيخ، الكاميرا معاك، صور يا ابني. هات كل حاجه، اتكلم يا نصاب. اتكلم ايه؟ اتكلم يا عم، اتكلم يا نصاب، اتكلم يا نصاب. بقول لك عايزين تعرفوا ايه؟ عايزين نعرفوا ايه؟ عايزين نعرف كل حاجه. ايوه. انت بتعمل ايه بالظبط في حياتك؟ انت عايش على ايه؟ ايوه. عايش على طن. على ايه؟ على طن، على شر. بتعمل ايه بقى؟ الشر ده عباره عن ايه؟ عن نصب. نصب يا عم، نصب وسحر وبيتاجر في الاعضاء. ما تتكلمش انت، سيبه هو يتكلم. ماشي. اتكلم كتير حاجات. ماشي كمل. على منين ما ينفعش تقولها؟ ايوه. لا تقول. لا 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 تقول. ارش لك رشه من دي تاني، ارش لك رشه من دي. قول لي يا عم بنجوك. علينا احنا؟ يعني ازاي علينا احنا يعني؟ علينا احنا كمان. مش عايز تتكلم، ده انت لازم تقول. هيطلع دي لازم تقول، لازم تتكلم، عشان لا احنا مش هنحلك بصراحه، محدش فينا هيحلك، ومش هنسيبك قبل ما تتكلم، يعني لازم تتكلم عشان احنا بصراحه مش هنسيبك. يلا يا شيخ مفيش وقت، الفيديو بيتصور واحنا قلنا مش هنقص. يلا يلا قول كل حاجه، خلص بدل ما نمد ايدينا عليك. ايوه. قول كل حاجه. ايوه. ايه الحاجات اللي علينا؟ ايوه. عايز تعمل فينا ايه تاني؟ ها؟ بتتكلم. انا حاجات كريم، حاجات خطيرة لون، حاجات ليكوا كلام. حاجات كلام مين يالا؟ انت اللي كلام مين يالا؟ سيبه بقى يتكلم. يا عم دول كلاب. يا عم الكلاب مفيش كلاب هنا، انت الكلب مش احنا. كمل بس. يالا اربطك بسلسله واجرك. يا ما تسمع يا عم، شوف هيقول لك ايه. ما انت مش سامع بقول ايه. اسمع طيب، شوف هيقول لك ايه. كمل. كوناكن خانة النانوت واحد واحد. ولما نكر نبت لاجن انا قلنا عنه.
احنا رجال من امك ياض اللي في بطنك كله طلعه. عايز تقول ايه بقى وعايز تعمل فينا بقى؟ حلو سمعني كده. قلت لك تقول لك تاني. ما هو انت لو راجل هتتكلم. انت مش راجل. انت يا شيخ نصاب ما انتش راجل. عشان انت لو راجل هتطلع اللي في بطنك كله وهتخش فينا بصدر واسع. اتكلم بقى. مش انت عامل نفسك بقدر؟ مش انا ده يا وشم؟ ها؟ وعامل زي الحرمة؟ يلا اتكلم بقى اللي في بطنك بقى. سمعنا عايز تعمل ايه؟ اتكلم يا عمي. سمعنا سيبه يا بصالة سيبه. انا عايز اسمع هو عايز يعمل ايه؟ سمعنا اهو. يلا عايز تعمل ايه بقى انت؟ كل واحد فيكم. اها. نقعد العين ده اللي هننقل. مش هتعرف. يا ابني انت. والله ما هتعرف. والله العظيم ما هتعرف. علشان احنا الواحد مننا ببيت راجل من عندك. احنا يا ابني ما بنخافش يا شيخ. ما تحاولش علشان ما تغباش عليك. عشان لو اتغبيت عليك همحيك. والله همحيك. انا كل اللي كده كده مانجي. والله يا ابو اصالة انا ساكت بس عشان انتوا. والله لو تقولوا لي تبصوا خلص عليه. والله 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 كل ده ما يستاهلش. ملوش عازة. ما يستاهلش. ملوش عازة يا ابني ده. بص ده نصاب. اسمع بس اسمع بس كل حاجه. وصلت مين الرجاله؟ مين الرجاله؟ سابوكم اشيو. الرجاله سابوكم مشوا. اللي خدوا على عينهم. اربو. اللي خدوا على عينهم. والرجاله تاني سابوكم مشوا. رجاله مين؟ هربوا سابوك. ثواني بس ثواني. بقول لك رجاله امك. هربوا سابوك يالا. ولا هربوا سابوك. هربوا سابوك وجريهم. ضربناهم واحد ورا الثاني وجريوا سابوك. هم لو كانوا رجاله ما كانوش جريوا. ما يقولك المكان على التلعبه. ها يقولك المكان ايه؟ يقولك المكان كله مترشى رجالة. والرجالة بتوعك يعني لو كان في راجل دلوقتي كان جينا قصر. لكن هم اصلا ما فهمش راجل. هات لواحد منهم راجل. ما يقدرش يدي صدرولنا يا. والله ما يقدروا يصدرولنا. ما حدش فيهم يقدر يقف قصادنا. علشان احنا سندل طن. انت نقولي. ها؟ نعم. والله انت نسيت ولا ايه؟ والله نسيت. والله هتغاب على مقر. والله نسيت ولا ايه؟ انت تنو انا ننات. نسيت. لو كنا واحد منكم هنا انا ما اكلمش برضه. ليه تنو؟ تنو ده انا اكتر واحد نخوى ننام في البلد. بنتم على ان كل راجل جدع ناخد منه فلوس. ننام هناكو هناكو لحد ناكل من نانيكو هنا. انت مالكش عازة. انت مالكش عازة. انا مين انا؟ مالك عازة. ده انا مالك؟ انت هلس يا شيخ. انا كان نوعد بان انا كنتها. ده انا على دولنا لح. باين عليك. باين عليك. انت نسيت ولا يا شيخ؟ نسينا ايه؟ نسيت ولا ايه؟ ضربناك انت ورجالتك. انت هلس يا شيخ. مال؟ وربنا انت هلس. ليه رجالة العناطة؟ ليني؟ انا انت بتتكلم كتير نور. يا شيخ ومفيش اي افعال. لعان الجنن فلوس كنين. من الجنة دي تاني بقى ايه؟ تنور البطنية تسرق تقع. انت لو علينا ان اي حاجة قدام النور تعملوا لنا. طب انت النهارده بين ايدينا هتعمل ايه يعني؟ هتهرب ازاي ولا هتعمل ايه؟ ها؟ وين انت؟ انت تتكلم من النار. ناوي تعمل ايه يا ناوي تعمل ايه يا انت؟ انت النهارده في ايدك؟ انا مين؟ انت النهارده انا الراجل اللي يخين ان النجا؟ اه شريف. شريف. انا ده انا حن. اه انا لا انا متناق ده انا انا موت خدوا النقه خدوا العين. انا ايه ده انت قال لك كنا نجود؟ انا عن انت كذاب. انا عن انا مش فاهم نص كلام. بيقول لك انت عارف بيقول لك كلامك كده. لا انا فهمته. بيقول لك لو عارف انا لو عارف ربنا انا بقول لك عارف. لو انا بقول لك انا كسر عينه. ما ينفعش ان ما ينفعش اقولها. بقول لك انا كسر عينه. كسر عينه ازاي يعني؟ بقول لك هو لو كان موجود كان بس في الارض. كسر عينه ازاي؟ بص في الارض ليه يعني؟ انا قلنا سيبك من الحوارات دي عشان مش واكله معايا. عنيني وعن الحاجه جنين قوي للجنور من عندنا عينتين تاني حاجه كبيره اتضمن الدمون خالص. الا الجمهور. الا الجمهور اتضمن. كنا هنتضمن يا ابني. الجمهور مش حامله. ده احنا قادرين عليك بالعافيه. سيب الناس في حالها. استنى استنى سيبك من الاستعباط وشغل التحوارات ده. ولا جوه ولا تعرف تعمل حاجه مع الجمهور ولا تعرف تعمل حاجه مع حد. انت اخرج جه معانا والموضوع انتهى. وانا هاخدك هنا هربطك في مكان عشان انت بوديك السجن بترجع منه تاني. انا هسجنك بطريقتي. بقول لك يا شيخ انا هسجنك بطريقتي. انا هسجنك. انا هوريك. هوريك اعرف اسجنك ازاي يا جدعان. انا بسجنه والحكومه بتيجي تاخده وبيطلع تاني. ده يتحبس ولغس الموضوع. انا هوريك انا هسجنك ازاي. محدش يعرف عنك حاجه. واي حد يسال عليك هقول الشيخ النصاب مات.
والله خليك تقول المطب ولا هتاكل ولا هتشرب والله على قد كده يا جدعان كل الناس اللي بتتفرج تعمل لايك على الفيديو عشان نوصل ولا شرب انت عارف الشيخ النصاب بقى تحت رجلينا مش تحت ايدينا ايوه الشيخ النصاب بقى تحت رجلينا الموضوع خلص على قد كده عايزين نوصل الفيديو 10000 لايك وربنا يمشي شرف القناه اشترك عشان نوصل لكل فيديو جديد بننزله وان شاء الله بكره فيديو مهم جدا انتظروه السلام عليكم انتظر التين مننا انا معاك اعمل ايه طيب انا معاك